عندنا النهارده ليكم اكتر من خبر. الاخبار دي بتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر الاول بيقول عمر اتجوز سلمى بعد كل السنين دي، وهنا في إشارة من الخبر دوا إلى كشف زواج الفنان تامر حسني من الفنانة مي عز الدين، خصوصا بعد اللي عمله مع والدتها. إيه الحكاية وإيه تفاصيل الخبر هقول لكم. طبعا خبر حمل شيماء سيف ومباركات من الجمهور عديدة ليها، وده بعد تصريح جريء جدا من محمد كارتر إن هو مش بينجب. طب إيه اللي حصل وإيه حكاية حمل شيماء سيف دي هقول لكم برضو عليها. أما الخبر الثالث والأخير عن وفاة والدة الفنان أحمد مكي والفنانة إيناس مكي. بداية نضغط لايك للفيديو ونرجع ليكم مرة تانية بعد الفاصل. منوريني في حلقتنا النهاردة، أهلا وسهلا بيكم. الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين بينهم كيمياء مشتركة كبيرة جدا. بدأت الكيمياء دي سنة 2007، وده مع أول إنتاج لأول أفلام عمر وسلمى. إيه ده مش طبيعي. ما تشيلي النظارة دي يا ست نادية لطفي. نعم. الله الله الله، عشان نعرف نتكلم بس، وبعدين نشوف جمال عينيكي. أتكلم معاك بتاعي أنت سلمى. وقدموا لنا أكتر من جزء، وكلها كانت أفلام ناجحة، والجمهور هنا توقع ارتباط تامر حسني بالفنانة مي عز الدين، وقال إن هما لايقين على بعض جدا. والجمهور كان منتظر جوازهم في الوقت دوا، لكن للأسف ما حصلش وقتها، واتفاجئنا كلنا بتعرف الفنان تامر حسني على زوجته بسمة بوسيل عام 2010، وده كان من خلال برنامج ستار أكاديمي لما قدمت بسمة بوسيل موهبتها الغنائية وشاركت في البرنامج. واتفاجئ الجمهور سنة 2012 بجواز بسمة من تامر، واللي أصمن عن 3 أولاد تاليا وأمايا وآدم. جوازهم استمر حوالي 12 سنة، ولكن حدث الطلاق بعد كل الحب والعشرة دي. وتقال بقى دلوقتي ان تامر حسني رجع لحبه الاول وهي الفنانة مي عز الدين، وان هم اتجوزوا في السر، وان الموضوع اتكشف دلوقتي لان تامر حسني طلب الجمهور ان هم يدعوا لوالدة الفنانة مي عز الدين، واللي بتجري دلوقتي غسيل كلى. وطبعا كلنا عارفين ان مي مرتبطة جدا بوالدتها، وطلبت الجمهور اكتر من مرة بالدعاء ليها. ومع ان الكل كان فاكر الفترة اللي فاتت ان بسمة بوسيل هترجع مرة تانية لتامر حسني، لكن ده ما حصلش. وطبعا الاخبار دي جت من تصريحات بسمة بوسيل اللي اكدت ان هي هترجع لطليقها قريب. وطبعا ده لان بسمة وتامر بيشتغلوا الاتنين على مصلحة اولادهم، وبيظهروا في اكتر من مناسبة اجتماعية مع بعض كأنهم متجوزين بالظبط، ولكن الحقيقة هما مرجعوش لبعض لغاية دلوقتي. ومع وقوف تامر جنب مي عز الدين وظهورهم مع بعض أكتر من مرة وقفته جنب والدتها، الجمهور توقع 100% إن هما رجعوا لبعض مرة تاني. ولكن حقيقة الأخبار دي يا جماعة مش مؤكدة. تامر حسني مواقفه الاجتماعية وأعماله للخير دايما بتكون كتيرة جدا، حتى مع الناس اللي ما يعرفهاش، وحتى مع جمهوره ومعجبينه بيلبي طلباتهم دايما. والحقيقة مواقفه دي بنحييها عليها، فمن الطبيعي ان هو يقف مع حد من زمايله في مشكلة او في موقف زي مي عز الدين. كلنا عارفين طبعا ان والدتها تعبانة وان مي مش متجوزة، وطبيعي جدا نتيجة العشرة القديمة والصداقة اللي ما بينهم انه يقف جنبها. وإلى الآن لم يؤكد تامر أو مي أو ينفي موضوع الجواز ده، وإحنا في انتظار الساعات القادمة هنشوف الموضوع ده حقيقته إيه. دلوقتي بسرعة نجري على الفقرة التانية ونطلع على طول على شيماء سيف ومحمد كارتر، تابعوني بعد الفاصل. حكاية حمل شيماء سيف بدأت بمنشور، المنشور ده نزل على الفيس على صفحة محمد كارتر، وصرح تصريح مفاجئ جدا للجمهور من خلال المنشور دوا. المنشور اللي انتوا شايفينه معايا دوا كان بيقول: من فترة طويلة وانا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقول لها انت لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقول لها ايوه كده خسيتي انت كده هتخلفي. هي بقى عمرها ما فكرت انها ترد، وكانت دايما بتقول ان شاء الله، وحتى الناس اللي انا بعرفهم كانوا بيقولوا لي كده برضو، وما حدش فيهم ولا لحظة فكر ان شيماء سليمة وما فيهاش اي حاجة وما عندهاش اي مانع او اي ازمة تخليها انها ما تخلفش. ازمتها الوحيدة انها مراتي، ولو شيماء اتجوزت اي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي دلوقتي، بس النصيب والقدر
خلاها تتجوزني أنا وتكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب، وهي علشان تعرف ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا مجاش وهيجي إن شاء الله. وهنا بقى الجمهور اتصدم جدا، لأن من الصعب على أي راجل إن هو يصرح تصريح زي ده، ولكن شجاعة محمد كارتر هنا كانت شجاعة كافية جدا إن هو يصرح التصريح ده. وهنا بقى لقى إشادة كبيرة جدا من الجمهور وكمان من نجوم ومساندة ليه على تصريحاته دي، والكل ساندوا وساندوا شيماء في نفس الوقت وتمنوا ليهم الخير وتمنوا إن شاء الله إن ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة. اتفاجئنا بقى كلنا بانتشار خبر حمل شيماء سيف، والعديد من المباركات لشيماء السيف، لكن إلى الآن لم يتم أيضا تأكيد هذا الخبر، ومش متأكدين لغاية دلوقتي هل الأخبار دي إشاعة ولا حقيقة، وخصوصا إن شيماء لغاية دلوقتي ما أكدتش صحة الخبر، ولكن نتمنى في القريب العاجل إن احنا نتأكد إن الأخبار دي إن شاء الله تكون صحيحة. والحقيقة زي ما جوزها قال بالظبط، كل حاجة ليها معاد وإن شاء الله ربنا يرزقهم بالذرية الصالحة إن شاء الله، ونفرح بشيماء ومحمد قريب، ونتمنى ان شاء الله ان الاخبار دي تكون صحيحه، وعايزين نتفاجئ كلنا ان نشوف شيماء ان شاء الله خلفت، يعني مش عايزين حتى نتاكد من صحه الاخبار دي الايام اللي جايه، وده علشان العين والحاسه زي ما كلكم عارفين، ان شاء الله نتاكد بعد 9 شهور. الحقيقه الجمهور بيحب شيماء جدا علشان خفيفه الدم وكمان موهبتها الجميله، فنانه كوميديه من الطراز الاول، كلنا حبيناها اكتر خصوصا بعد ما خست، وعلى الرغم ان هي خست وبقت جميله جدا ولكن لقت هجوم برضو من الجمهور، يعني لا كده عاجب زي ما بيقولوا ولا كده عاجب، وطبعا ده بيرجع لبعض النفوس المريضه وليس كل الجمهور المحترم، وده لان بعض الناس واحده من الاعلاميين قالت ان شيماء بعد ما خست هتفقد جمهورها، وده لان الناس حبتها جدا وهي بكابوزه، لكن هنا شيماء ردت على الناس دي المتنمره وقالت انها بتقدم الفن من خلال موهبتها مش بكرشها، والحقيقه كان رد صادم جدا. وطبعا بنتمنى لشيماء كل سعاده وبنتمنى لها كمان النجاح على المستوى الاجتماعي والمستوى الفني. ودلوقتي معانا الخبر الثالث، خبر وفاه والده الفنان احمد مكي وايضا والده الفنانه ايناس مكي. توفت والدتهم بالأمس، وقرر الفنان أحمد مكي عدم إقامة عزاء لوالدته، وإن هو هيكتفي بالعزاء من خلال الموبايل أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وآخر ظهور لوالدته كان في عيد ميلاد إيناس، والحقيقة هما الاتنين كانوا مرتبطين بوالدتهم جدا جدا. أما سبب وفاة والدة الفنان أحمد مكي هو إصابتها في فيروس، الفيروس ده بيهاجم الجهاز المناعي، والكلام ده من كام شهر فات، وتعالجت والدة الفنان أحمد مكي، ولكن للأسف حالتها تدهورت في الفترة الأخيرة وتوفيت بالأمس. وهنا بقى كل النجوم نعوها وقدموا العزاء للفنان أحمد مكي في والدته، وقدموا العزاء أيضا لإناس مكي. طبعا كلنا ما ننساش دورها في مسلسل أنا عايش في جلباب أبي، الحقيقة كان دور قوي جدا لما قدمت لنا دور روزالين أو أمينة. عبد الوهاب لازم نبيع العفش ده ونشتري نيو ريسبشن. هو ايه ده اللي عايزه تبيعيه برزولين؟ ماما اسمها روزالين يا ماما. بالمناسبه انا بحس ان ايناس مكي فيها شبه كبير جدا من الاعلاميه ريهام سعيد، ايه رايكم في الشبه ده؟ اكتبوا بقى رايكم في التعليقات. وطبعا بنقدم خالص التعازي للفنان احمد مكي والفنانه ايناس مكي، ربنا يرحم والدتهم ويصبرهم على فراقها. ولحد النقطه دي هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، حاولنا ان احنا النهارده نقول لكم بعض الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا او نعلق عليها. اتمنى ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، ما ننساش بقى نضغط لايك للحلقه، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه. قناه ياسمين دي اليوتيوب واخبار النجوم بتحيي كل ضيوفها.